السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا في برنامج اتجاهات الصحافة ونطالع في حلقة اليوم. تعثر الحوار والمخاوف من التدخل العسكري. تنامي الجماعات المتشددة وسبل تطويقها. الخطة الأوروبية في المتوسط والانتقادات الدولية. نناقش هذه القضايا مع ضيفنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي إبراهيم درويش. أهلا بك سيد درويش. يثير الحديث عن تعثر جلسات الحوار بين الفرقاء وغياب خطة واضحة لتطويق الأزمة بشكل سلمي، فضلا عن وجود حكومتين تتنازعان السلطة في ليبيا، يثير مخاوف من احتمال التدخل العسكري الذي يراه بعض المتابعين للشأن الليبي بات وشيكا. فقد ذهب البعض الآخر إلى أن فشل الحوار السياسي تم التخطيط له مسبقا بهدف تبرير عملية عسكرية محتملة. تطرق موقع سويسانفو في نسخته باللغة الإسبانية إلى تدهور الأوضاع في مدينة بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا والمعاناة اليومية للسكان جراء غياب الأمن وتفشي الفوضى والنقص الحاصل في الخدمات ومن أهمها الصحة، وأفادت أن الفوضى والدمار في المدينة يعد مرآة عاكسة للأوضاع في ليبيا حيث تعاني من الاقتتال الداخلي بين حكومتين تتنازعان السلطة، ما أثر سلبا على المواطنين الذين يأملون أن تستقر الأوضاع في بلدهم ويتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء. من جانبه أكد الناشط السياسي عثمان بن ساسي أن الحل في بنغازي مرتبط بالأزمة الليبية برمتها وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تنهي الانقسام، لأنه من دون مثل هذه الحكومة قد تستمر الحرب طويلا. وأفاد الموقع أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون يعد رابع مشروع للاتفاق بعدما رفضت الثلاثة الأخرى. ذكر الصحفي التونسي مصطفى الجريء في مقال على صحيفة المغرب أنه رغم حديث المبعوث الدولي عن مسودة جديدة بهدف إنشاء حكومة الوحدة الوطنية قبل شهر رمضان المقبل، إلا أنه صمت فجأة وترك الباب مشرعا للمجتمع الدولي من خلال الاتحاد الأوروبي للذهاب بالسرعة القصوى إلى المرحلة القادمة، أي التدخل العسكري بذريعة محاربة عصابات الهجرة غير الشرعية، إذ يرى البعض أن الحوار بين الفرقاء ليس سوى تعلة لتبرير التدخل العسكري الذي بات وشيكا، خاصة نتيجة التقصير الذي طبع مبادرة البعثة لدى ليبيا التي طالبت منذ الوهلة الأولى بجلسات حوار. وأضاف الجريء أن فشل الحوار السياسي الذي تم التخطيط له مسبقا رافقه فشل الأجهزة الأخرى عبر حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس ومجلس النواب والحكومة المؤقتة شرق البلاد، والدور السلبي لأعيان ومشايخ القبائل الذين ساهموا في إقرار التدخل العسكري ومهدوا له الطريق فسيحا، كما ساهمت دول الجوار والإقليم هي الأخرى بفشلها في عدم توحيد الرؤية للحل. إذن الفوضى والدمار في بنغازي هو مرآة عاكسة للأوضاع في ليبيا، كل ذلك بحسب وصف موقع سويس أنفو. كيف يؤثر سيد درويش هذا الواقع في رأيك على مسار الحوار وعزم أطرافه على إنهاء الأزمة في بنغازي تحديدا؟ الحديث عنه يترافق مع المرور عام على بداية عملية الكرامة التي أطلقها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك أيضا بنغازي تذكر يوميا في الإعلام الأمريكي بسبب الخلافات أو الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وهو يعني كما أشرت هو نتاج يعني الوضع المأساوي في بنغازي، مدينة الثورة التي بدأت فيها الثورة وبدأ فيها التدخل الأجنبي، تدخلت الدول الغربية وصدر القرار الأممي بالإطاحة بالنظام السابق لإنقاذ أهل بنغازي. عمليا يعني الحديث عن الوضع المأساوي وعن الاقتتال الداخلي وعن غياب
المشاكل على غياب الخدمات الصحيه. اليوم مثلا في تقرير في صحيفه القدس العربيه يقول، نقلته عن وكاله الصحافه الفرنسيه، يقول عن احد تجار بنغازي يقول انه ان اهل بنغازي محكوم عليهم بالموت بسبب غياب الخدمات الاساسيه نعم. والخدمات الصحيه التي يحتاجها السكان. فهذا طبعا وضع مؤسف ومأساوي، وهو انعكاس للازمه الليبيه. يعني كما جاء في التقرير انه الحاله في بنغازي كما هي في حاله في معظم ليبيا، تحتاج الى توافق وطني، وغياب وبسبب الفشل الحوار الذي يقوده ليون المبعوث الأممي، هذا طبعا يؤثر ويزيد ويفاقم الوضع المعنوي المؤلم نعم. لأهل بنغازي ولبقية سكان ليبيا. طيب، هل تعتقد أن حل الصراع السياسي والعسكري الليبي يتلخص في تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ ويبدو لي أنه الآن يعني هكذا ترى الأطراف الدولية التي شاركت في الحرب ضد النظام السابق والتي تركت ليبيا لشأن، يبدو أن هناك رؤية أن حل أزمة ليبيا هو إنشاء حكومة توافق وطني، خاصة أن ليبيا فيها حكومتان، حكومة في طبرق وأخرى في طرابلس. ويرى يعني على المستوى السياسي يعتقد الكثيرون أن توافقا وطنيا قد يؤدي إلى حل الأزمة الليبية، لكن المشكلة تظل قائمة، خاصة أن ليبيا تعتبر في رأي الكثيرين. قبل فترة نشرت صحيفة مجلة فورين أفيرز مقالا حول من فاز في ليبيا، ولامت فيه الإدارة الأمريكية على تقاعسها عن التدخل وعلى حماية ليبيا فيما بعد الثورة. يعني يبدو الآن كون ليبيا دولة فاشلة، يعني أن وانتشار السلاح، أي توافق سياسي يجب أن يدعم بقوة يعني قادرة على فرض الأمن والنظام ونزع أسلحة الفصائل المنتشرة في معظم أنحاء ليبيا. طيب، في هذا السياق يعني المبعوث الأممي برناردينو ليون يسعى إلى صياغة النسخة الرابعة من مسودة الحل. ما حجم التحدي الذي يواجه ليون اليوم لصياغته القادمة والتي يسعى إلى أن تلبي طموحات جميع الأطراف الفاعلة على الساحة؟ نعم، هي تحدي كبير كونه يعني وضع خطة مسودة رابعة للمحادثات، يعني أن الأطراف غير متوافقة على كثير من النقاط التي يعني تجمع بينها. يعني ليون كان يريد أن يعني يقود حالا سياسيا ويقوم كما أشرنا ويقود إلى حكومة وحدة الوطنية، لكن الخلافات يبدو عميقة بين الأطراف، خاصة أن كل طرف يؤثر عليه يعني طرف إقليمي أو يعني الوضع الميداني. هناك أيضا يبدو لي أن الأطراف المشاركة في العملية الليبية لا تزال تؤمن بأن هناك إمكانية لتحقيق النصر على الطرف الآخر. فما طيب، هنالك توقيت زمني إذن محدود لهذا العمل، يعني المبعوث الأممي رفقة المجتمع الدولي يدفعون جميعا باتجاه إنشاء حكومة الوحدة الوطنية قبل شهر رمضان، هل تعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك في هذا الإطار الزمني المحدد؟ يعني في إطار هلامي وإطار مطير على الساحة الليبية لا يمكن الحديث عن جداول زمنية. حدث هذا في سوريا مثلا، في جنيف الأولى وجنيف الثانية اتفقت روسيا وأمريكا على جدول وإطار زمني لفترة انتقالية، ثم جاء النظام السوري ويعني لخبط اللعبة، ولا تزال يعني الدول والأطراف الدولية تؤمن بالحل السياسي. لكن كيف يتأتى هذا الحل السياسي؟ لا يتأتى هذا الحل السياسي إلا في حالة اعترف فيها أي طرف من الأطراف بأنه لن يكون قادر على تحقيق النص على الطرف الآخر، وأن هناك يعني محدودية لقدرته، فعندها يمكن لهذه الأطراف أن تتفق وتجلس وتقدم تنازلات. عمليا الأطراف الآن المشاركة ومعضلة ليون أن هذه الأطراف المشاركة لا تريد أن تقدم تنازلات من أجل صالح الوطن ومن أجل يعني تحقيق نعم. الوحدة الوطنية في البلاد. طيب، صحيفة المغرب يعني بحسبها فإن صمت ليون يهدد البلاد بتدخل دولي عسكري ولو في إطار محاربة عصابات الهجرة غير النظامية. ما مدى نجاعة هذا الطرح في رأيك؟ هو يعني الحديث عن التدخل الدولي، وهناك طبعا بعض الأطراف العربية تتدخل في ليبيا، مثلا مصر قامت بغارات بحجة ملاحقة تنظيم الدولة الإسلامية والانتقام لقتلها يعني أقباط مصريين. هناك أيضا تدخل إماراتي العام الماضي،
هناك ايضا تلويح من الاتحاد الاوروبي بتدخل في ليبيا من اجل محاربه الهجره الشعريه، لكن لو ارادت المجتمع الدولي ممثلا باوروبا التي قاد دولها الناتو التدخل في ليبيا فيما بعد الثوره وحسم الامر كذا لا تدخل، لان المشكله الان في ليبيا هي مشكله فشل ذريع للمجتمع الدولي الذي ترك ليبيا بعد سقوط النظام القذافي لحالها وتركها نهبا للصراعات الداخلية القبلية وما إلى ذلك، ورغم أن هذا طبعا لم يكن وقعا في واردا في الشأن الليبي، خاصة أن المجتمع الليبي مجتمع منسجم، لكن الخلافات القبلية والخلافات الجهوية هي يعني أدت إلى ما وصل إليه الحل في ليبيا، وكل هذا نتيجة للتدخلات الغربية التي الخارجية التي كانت لها يعني أثر سلبي على الواقع الليبي. ليبيا لا. مثلا بعد الثورة استطاعت أن يعني تقود عملية انتخابية ناجحة، لكن هذه طبعا لم تؤدي إلى تغير سياسي في وبناء مؤسسات للدولة بليبيا. ولهذا العلاقة بين الجانب السياسي والجانب العسكري، يعني الكاتب في صحيفة المغرب يعتبر فشل جلسات حوار الفرقاء هو مجرد تمهيد للتدخل العسكري، ما مدى صحة هذا الطرح؟ هل يأتي ذلك في إطار التمهيد فقط؟ وعمليا ليوني لا يمثل الاتحاد الاوروبي، هو يمثل الامم المتحده مبعوث اممي يحاول ان يجمع الاطراف. يعني هذه تكهنات من الكاتب ان ليون يبدو انه صمت حسب ما ورد في المقال، صمت حتى يعطي الدول الاتحاد الاوروبي فرصه لمحاربه الهجره الشرعيه او التدخل او باسم محاربه الهجره الشرعيه، لكن عمليا حتى عمليه محاربه الهجره الشرعيه طبعا يعني عمليه معقده وعليها انتقادات كثيرة، ولا يتفق الأوروبيين على كيفية يعني إدارتها وكيفية محاربتها، لأنه يعني مشكلة الهجرة الشرعية مشكلة وإن تعلقت في ليبيا، لأن ليبيا تعتبر المعبر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن يعني عملية التدخل لا تزال إشكالية وتحتاج إلى تفكير وغير متفق عليها من قبل الدول الاتحاد الأوروبي. اتجاهات الصحافة متواصل، ابقوا معنا. تتزايد المخاوف من امتداد الجماعات المتشددة خاصة في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد بين الفرقاء والاستقطاب المتزايد لتنظيم الدولة لبعض عناصر من الجماعات المتشددة. هذه العوامل آثرت أو خلقت شيئا من المخاوف من امتداد نفوذ تلك الجماعات وعلى رأسها تنظيم الدولة، خاصة بعدما وصفته بعض وسائل الإعلام بفشل القوات التابعة لكلا الحكومتين في التصدي للعمليات التي تنفذها تلك الجماعات. في الأثناء يعتبر البعض الآخر الهجرة غير النظامية من العوامل التي فاقمت خطر تنامي تلك الجماعات، مطالبين بالبحث في سبل جديدة لتطويق أزمة المهاجرين. ذكر الكاتبان فريان خان وجاسمين أوبرمان في تقرير نشره موقع صحيفة انترناشنال بيزنس أن إعلان جماعة المرابطون بقيادة الإرهابي المعروف مختار بالمختار في رسالة صوتية الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية يكشف حجم خطر التنظيم في ليبيا. ويقدر الكاتبان أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يرى فيه ميداناً واسعاً للسيطرة أو مكاناً لانتداب الجهاديين فقط، بل يرى فيه منطقة سهلة الاختراق في ظل غياب أي سلطة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، حيث يسعى التنظيم في الوقت الحاضر إلى إنشاء بؤر آمنة وتشكيل شبكات تتولى القيام بنشاطات إجرامية مثل عمليات الاختطاف. ويشدد الكاتبان أن على أوروبا عدم اعتبار مشكلة الهجرة مسألة أمنية فقط، والأخذ بعين الاعتبار أن معظم المهاجرين يرومون البحث عن حياة أفضل وليس القيام بعمليات إرهابية. ذكر الصحفي الإيطالي جيان لوكا دي فيبو في مقال على المجلة الإيطالية الإسبريسو أن داعش تمكن من التصدي لهجوم اللواء 166 التابع لمدينة النوفلية ودفعه إلى الانسحاب، علما وأنه من أقوى الوحدات الموالية لسلطات طرابلس. في الوقت نفسه تمكن أنصار الشريعة من وقف هجوم قوات حفتر في إحدى ضواحي بنغازي وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح، وأنه وفق ليبيا هيرالد قاد تلك المعركة قيادات من تنظيم
تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تبين مدى القوة التي أصبح عليها هذا التنظيم والسعي إلى التوسع في مزيد من المناطق بالبلاد. ولفت كاتب المقال إلى أنه إلى جانب الفوضى التي تعيشها ليبيا والاقتتال المستمر بين مختلف الفصائل، هناك حقيقة واحدة تثير الكثير من المخاوف، ألا وهي تنامي قوة داعش في ليبيا، والكثير من العواصم العربية تشعر بقلق عميق حيال توسع التنظيم في البلاد. كما يعتبر العديد من المحللين أن داعش يركز جهوده على ليبيا نظرا لوجود ظروف مثالية تسمح له بمزيد من التوسع على غرار ما قام به في كل من العراق وسوريا قبل سنة واحدة، إذ لا توجد حكومة قوية قادرة على فرض سيطرتها على البلاد، علاوة على وجود العديد من الجماعات المسلحة المحلية المتطرفة التي أعلنت ولاءها للتنظيم. سيد إبراهيم، يعني ما دلالات إعلان جماعة المرابطون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وكيف يؤثر ذلك على حجم التخوف الذي يبديه المجتمع الدولي من هذا الحدث؟ ويعني دلالات مهمة، وهو انعكاس للتوسع الذي يعني يحصل لتنظيم الدولة الإسلامية. تنظيم الدولة الإسلامية الآن حسب الكثير من المحللين أصبح يعني الممثل الرئيسي للجهادية في العالم، وهذا طبعا ليس جديدا، يعني هناك تنظيمات أخرى من مثل بوكو حرام، حتى جنوب آسيا وحتى جنوب شرق آسيا انضمت إلى تنظيم، وإن بطريقة رمزية باعتباره تنظيم يعني يمثل الخلافة الإسلامية، وأقام يعني وسيطر على الأراضي في كل من سوريا والعراق. فهذا طبعا جزء من توسع التنظيم وجزء من زخمية، ويجب أن نلاحظ أن التنظيم الذي تعرض لآلاف الغارات الجوية في العراق وفي سوريا أيضا لا زال يعني لم يفقد زخمه العسكري، احتل الرمادي الأسبوع الماضي، احتل تدمر يوم الخميس أيضا الماضي، وكذلك احتل هنا وصل. يعني سيد إبراهيم، يعني لربما السؤال الذي يخطر على البال هو حجم الوجود الفعلي لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، هل يجوز مقارنته بنفوذ تنظيم الدولة في سوريا والعراق؟ وطالما وجد التنظيم في أي بلد سواء في سوريا أو في تونس أو في ليبيا، هو طبعا هذا نقطة خطر بالنسبة للدول الغربية، وبالذات ليبيا تعتبر مهمة للغرب لأنها قريبة من الجنوب الأوروبي. فإذا كان هناك تقارير كثيرة تحدثت عن إدخال تنظيم أعداد كبيرة جدا من المهاجم من عناصره تحت يعني غطاء الهجرة غير الشرعية من أجل القيام بعمليات إرهابية، وكان هذا يعني الموضوع حديث معظم الصحف البريطانية المعادية للمهاجرين الأسبوع الماضي، التي حذرت من أن هناك أعداد كبيرة من الانتحاريين الذين قدموا من خلال السفن غير الشرعية إلى أوروبا للقيام بعمليات ضد الأمن القومي. فوجود التنظيم سواء كان من خلال غطاء القاعدة أو من خلال غطاء يعني حركات محلية أقسمت الولاء للتنظيم، لأن التنظيم يعني مثل كما في مصر حركة أجناد بيت المقدس هي حركة محلية في سيناء، لكنها أعلنت الولاء وقامت ما يسمى في ولاية سيناء. اليوم في صحيفة التايمز كان هناك تقرير يتحدث عن سيطرة التنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت مسقط رأس القذافي، الذي قال أن هذا يعتبر يعني ثلاث مدن سقطت في يد التنظيم في خلال أسبوع في سوريا وفي العراق وفي ليبيا. هذا طبعا مؤشر خطير، وطالما وجد هذا التنظيم فإنه عامل انقسام، لكن يجب أن لا ننسى أن التنظيم يعني يتفرخ وينشأ ويزدهر في ظل الظروف الغير الطبيعية التي تمر بالبلاد، الحرب الأهلية، الانقسامات. هذا أيضا هناك تقارير تقول أن التنظيم يبني قواعد له في اليمن بسبب الحرب الأهلية القائمة هناك والحملة السعودية ضد المتمردين. طيب في ليبيا ما الأهداف المرحلية لتنظيم الدولة؟ يعني هل تقتصر فقط على تشكيل شبكات تتولى القيام بنشاطات إجرامية مثل عملية الاختطاف كما تشير إليه الصحف؟
وطبعا جزء من تنظيم يعني استراتيجية تنظيم الدولة قائمة على الرعب، الصدمة والترويع، يعني أنه يقوم بعمليات قوية كما جرى في العراق، وفي سيطرته الخاطفة على شمال العراق. هناك تقارير تقول أن 50% من أراضي سوريا أصبحت تحت سيطرة التنظيم. فهو يعني الإجرام والقتل والاختطاف تعتبر يعني استراتيجية، جزء من استراتيجياته من أجل بناء واقع على الأرض والاستفادة من الظروف الفوضوية التي تمر بها البلاد، سواء كانت في ليبيا أو في نيجيريا أو في غيرها من الدول. طيب، أوروبا من ناحيتها هل تعتقد أنها تبالغ أو لربما تهدف إلى تشكيل قوة ضاغطة على المجتمع الدولي من وراء إبدائها للتخوف من انتماء عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى تنظيم الدولة الإسلامية؟ وطبعا الحديث عن يعني ربط المهاجرين غير الشرعيين بتنظيم الدولة الإسلامية طبعا ربط غير منطقي. هناك عامل كما أشرت قد يكون له بناء درجة من التخويف للمجتمع الدولي، خاصة أمريكا، بأن الإرهابيون التابعون لتنظيم الدولة الإسلامية قادمون إلى العواصم الغربية. لكن يعني نعرف أن معظم المهاجرين غير الشرعيين هم مهاجرون فقراء ومساكين دفعتهم ظروف الفقر في بلادهم وظروف الطغيان كما يعني يجري في إريتريا وفي إثيوبيا، وظروف البحث عن حياة أفضل في أوروبا. وكذلك يعني هناك قدر مبالغ فيه من أن نقول أن معظم المهاجرين الشرعيين هم أتباع لتنظيم الدولة الإسلامية. قد يستغل، يعني نعرف أن تنظيمات إرهابية كهذه هي تنظيمات انتهازية تحاول أن تستغل أي ظرف لصالحها، قد يستغلون الظروف. لكن أن نعمم وأن نبني درجة من الخوف حول المهاجرين الشرعيين، هذا طبعا فيه مبالغة كبيرة. اتجاهات الصحافة متواصلة، تفضلوا بالبقاء معنا. تسعى بعض الأطراف الأوروبية إلى الحصول على تفويض أممي لتطبيق المخطط العسكري الأوروبي في مياه المتوسط الخاص بقصف قوارب المهربين. تتزايد انتقادات المتابعين للشأن الليبي لتلك الخطة، معتبرين أن التركيز على العمليات العسكرية فقط في ظل الأسس الهشة في البلاد قد تؤدي إلى فشل الأجندة الجديدة حيال الهجرة التي تروج لها المفوضية الأوروبية. ذكر موقع صحيفة The Guardian بعنوان أكاديميون بريطانيون ينتقدون مخطط الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة في المتوسط أن حوالي 300 خبير في الهجرة انتقدوا خطة الاتحاد الأوروبي للتدخل عسكريا ضد مهربي المهاجرين في ليبيا، معتبرين أن هذا الإجراء يعد إجراء متخلفا، بينما برر الاتحاد الأوروبي خطوته المرتقبة بأن المهربين أعادوا إلى الأذهان تجارة الرق في القرن الثامن عشر. كما تحذر تقارير أخرى أنه من الصعب التفريق بين زوارق البحارة العاديين والمهربين، حيث تنطلق زوارق الهجرة السرية في نفس الوقت الذي تخرج فيه زوارق الصيد من الساحل، ما يعني أن البحرية الأوروبية ستجد صعوبة في تحديد مراكب المهربين وتدميرها من دون إصابة الأبرياء. تطرق الموقع الإيطالي جورناليتيسيمو إلى المخاطر التي تتهدد المهمة الأوروبية لمكافحة المهربين في ليبيا، مشيرا إلى احتمال فشل هذه المهمة على غرار ما حدث بالصومال في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما قامت الأمم المتحدة بعملية عسكرية لتحقيق الاستقرار هناك. وذكر أن محاربة المهربين أمر شرعي ومبرر، لكنه لن يحل المشاكل المتعلقة بالهجرة، علاوة على أن التركيز على العمليات العسكرية فقط في ظل هذه الأسس الهشة قد يؤدي إلى فشل الأجندة الجديدة حيال الهجرة التي تروج لها المفوضية الأوروبية. سيد إبراهيم، 300 خبير في الهجرة ينتقدون خطط الاتحاد الأوروبي للتدخل بشكل عسكري ضد مهربي المهاجرين في ليبيا. بداية، كيف تقيم الحل العسكري، انتهاج هذا الحل من قبل الاتحاد الأوروبي اليوم؟ وطبعا منذ البداية يعني كان هناك جدل حول
يعني كيفية تطبيق الحل العسكري، ومن يعني سيشارك في العملية العسكرية، وما هي طبيعة الأهداف التي ستقوم العملية العسكرية باستهدافها. هناك يعني شكوك كثيرة يعني تحيط بهذه الخطة، حتى الأوروبيين غير متفقين عليها. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الجدل الأوروبي حول الهجرة وحول المهاجرين هو مرتبط بالرأي العام الغربي. هناك طبعا مواقف متشددة ويمين متصاعد يستخدم ورقة الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين من أجل الضغط على الأحزاب السياسية لتحقيق مصالح خاصة في هذا. شاهدنا هذا في بريطانيا في الانتخابات الأخيرة، في فرنسا وفي ألمانيا وغيرها من الدول، وأيضا في إيطاليا. مسألة التدخل العسكري لم تحسم. هناك طبعا اقتراح بأن يتم استهداف القوارب العسكرية، لكن القوارب المهاجرين، لكن كيف وأي قارب يعني نستهدفه، وكيف سنفرق بين القوارب الزوارق غير الشرعية وزوارق الصيد البحري. هذه طبعا مشكلة، وطرحها التقرير الذي يعني الوارد في صحيفة الجارديان. طيب، وهنا أيضا يتم طرح التساؤل، يعني ما حجم الخطورة أو الصعوبة التي قد تواجه البحرية الأوروبية أثناء تدمير هذه المراكب الخاصة بالمهربين؟ لأنه هو طبعا أي مركب سندمره. وبعد أيضا تحدثنا سابقا في هذا المنبر أنه عملية الهجرة غير الشرعية والزوارق تتم بالسر، يعني في الليل دائما. فأي والمهرب لا يهتم بقاربه سواء دمر او لا أو غير لم يدمر، لان الرحله البحريه والمهاجرين الراكبين على المركب هم يعني قد دفعوا ثمن المركب، ويستطيع ان يستبدلوا بمركب اخر في من اجل مواصله الهجره غير الشرعيه او الرحلات عبر المتوسط. نعم. المشكله تتعلق في الوضع السياسي في ليبيا، وكثير من المهربين الذين قرات ولقاءات معهم يعني في صحيفه الجارديان وغيرها قالوا ان المساله ان من دفعهم لهذه الهجره هي عمليه غير المساواه والفقر والبطاله، بالكثير من المهربين للعمل في هذه المهنه غير الشريفه. إذن بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا والذي انضم إلينا عبر سكايب من لندن، الكاتب الصحفي إبراهيم درويش. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.